من المجتمع المدني وايدي في الارض زي ما بيقولوا. حياه كريمه ناجحه عندنا بطريقه حلوه جدا. التحالف الوطني عمل شغل جامد قوي في ارض الميدان. كمان برنامج فرصه اللي هيبدا يتنفذ الفتره اللي جايه في المنيا. بصراحه يا ريس تسقيفه كبيره للريس على البرامج الثلاثه دول. ونفسي اوصي حضرتك في الرقابه والمتابعه. احنا شغالين حلو قوي بس محتاجين برضو ناكد شويه على الرقابه والمتابعه واحنا جوه الميدان. شكرا يا ريس. طب بص يا اختي فاطمه، انا عايز اقول لك على حاجه. انت بتكلمي الرقابه على مين ومتابعه على مين، والرقابه من مين ومتابعه من مين؟ ما اللي شغالين دول مين؟ مين؟ احنا يا ريس. احنا يعني اللي بيتكلموا اللي احنا بنتكلم عليهم دول. وده مش معناه ان ما فيش رقابه او متابعه، لا ما اقصدش، لكن اقصد اقول انتبهوا. بالظبط كده. احنا كلنا محتاجين ننتبه ان احنا اللي بنشتغل واهالينا اللي بيشتغلوا ان اثروا، فمش الحكومه، لان الحكومه مش الناحيه الثانيه. الحكومه مش الناحيه الثانيه. وده كان امر خطير جدا اتعمل خلال السنين اللي فاتت قوي، وهو ده اللي ادى لان البلد دي يحصل فيها مشكله كبيره في 2011، ان هو خلى الحكومه في حته وخلى بقيه الشعب في حته. فعمل الحكومه عدو. خلي بالك يا اختي فاطمه. تمام. عمل الحكومه ايه؟ عدو. فالعدو نعمل فيه ايه؟ نهده. ايوه، ما هي الحكايه اتعملت كده. فلو احنا ما خدناش بالنا ان اللي احنا والجهاز الاداري في الدوله فيه كم مليون؟ 6 مليون. يعني ال 6 مليون دول كم اسره؟ 6 مليون اسره. يعني كام؟ 30 مليون. 30 مليون تقريبا لو الاسره دي خمسه، زوج وزوجه ومعاه من 2 ل 3 او اكتر. 30 مليون. طب النهارده هم لو يعني في هنا موظفين قاعدين معانا طبعا، مش كده؟ تمام. في هنا مسؤولين اكيد. فالنهارده تقولي لي ايه؟ انا هنتهز الفرصه انك موجود، وهاكد على كل مسؤول معانا في المنيا يخلي باله من شغله. تمام يا ريس. يخلي باله ايه؟ من شغله. من شغله. يبقى احنا كده بنتكلم كلام ايه؟ مناسب للظروف الحياه بتاعتنا. تمام. طب ليا تقولي لي كده برضو اسمع منك ويا رب اقدر اعمل. يا رب يا ريس. لكن كمان نقول لبعضنا هنا ونقول لي في كل حته في مصر، الاخويا او ابويا او ابني اللي شغال في مكان ما، من فضلك البلد محتاجه ثلاث حاجات منك. محتاجه منك اخلاصك، ومحتاجه منك امانتك، ومحتاجه منك عملك. محتاجه منك اخلاصك لايه؟ لشغلك. محتاجه منك امانتك في ايه؟ في شغلك. محتاجه منك ايه؟ عملك في ايه؟ لشغلك اللي بتشتغل بس. وانتوا بتشوفوا دول كبيره اكبر مننا واغنى مننا بتعاني من ده. احنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نفضل متماسكين شعب ودوله